هذا وتشتهر دولة الكويت الشقيقة بالكثير من المواقع السياحية سواء كانت حديثة أو تراثية تعكس حضارة وماضي دولة الكويت العريق والممتد عبر السنين. وكل مكان أو موقع سياحي يحكي قصة مميزة تتحدث عن المكان نفسه قبل السائح أو الزائر، التقرير التالي يسلط الضوء على أبرز الأماكن السياحية في دولة الكويت الشقيقة. تمتلك دولة الكويت الشقيقة عوامل جذب سياحية عديدة تهدف لمنح الزائر لها رحلة مميزة لا تنسى مشاهدينا نستعرض معكم أبرز الأماكن السياحية المميزة في دولة الكويت الشقيقة أبراج الكويت وهي أحد المعالم الحضارية المميزة وتقع على الخليج العربي في منطقة شرق مركز الشيخ جابر الأحمر الثقافي هو منبر للتبادل الثقافي ومحطة للإبداع والتفكير الحر في الوطن العربي ومنصة لاستحضار الهوية الكويتية وإعادة تشكيلها من خلال الوسائل الإبداعية الحديثة فيها متحف الكويت الوطني يعد من اهم المتاحف في دوله الكويت ويحتوي على مبان تراثيه ذات تصميم معماري مميز ويعد من افضل واشهر الاماكن التي تحافظ على التاريخ والتراث في الكويت وهو نقطه جذب لمحبي التراث والثقافه حديقه الشهيد تقع الحديقه على اطراف مدينه الكويت وتروي قصه الارض وتاريخها وثقافتها مما يجعلها أكبر حديقة حضارية في الكويت. حديقة البوليفارد هو مشروع سياحي ترفيهي في منطقة السلمية ويتكون من مركز تجاري يحتوي على العديد من المحلات التجارية العالمية بالإضافة إلى مجموعة من الحدائق وقرية مطاعم ونادي صحي ومسرح خارجي وقاعة متعددة الأغراض. جزيرة فيليشة تعتبر هذه الجزيرة واحدة من أشهر الجزر التاريخية في الكويت وتقع في الركن الشمالي الغربي من الخليج العربي على بعد 20 كيلومتر من سواحل مدينة الكويت سوق لمباركية يعد السوق وجهه سياحيه مميزه ويتيح للزوار فرصه للاستمتاع بتجربه تسوق فريده من نوعها كونه يضم العديد من المتاجر التي تقدم مجموعه متنوعه من المنتجات والحرف اليدويه الكويتيه. مشاهدينا هذه كانت بعض الاماكن والمعالم السياحيه المميزه في دوله الكويت. وهنالك المزيد من المعالم والاماكن التي تستحق الزياره فدوله الكويت ليست مجرد وجهه سياحيه بل هي تجربه ثقافيه غنيه تتيح لزوارها التعرف على حضاره عريقه وتاريخ مشرف